باصص على طول في العرض، كان على طول استخلاص والمطارده، كان على طول راجل بيعدي من احمد وبيعدي من معتز اينو، بيعدي من ثلاث لاعبين حطها ناحيه اليمين بقى ثلاثه على ثلاثه، سرعه مهاره كريكتش كريكتش يمر ويعدي ويراوغ ويقف ياجل ثاني وتصويبه هدف اول. هدف اول، هدف اول لمصلحه كريكتش الموهبه الصربيه الاسبانيه الجميله، ثم قرر وخد قرار التصويب ليسجل برشلونه اول اهدافه. من هنا كانت البدايه، شوف الالتحام عدى من واحد، عدى من الثاني، عدى من الثالث، اصبحوا ثلاثه على ثلاثه. احمد السيد رايح كريكتش اللي لعب اول مباراه وعمره 17 سنه مع نادي برشلونه ضد الاهلي، ثاني بهدف النجم الكبير كريكتش اللي كان سجل هدف التعادل في مرمى فريق توتنهام، كان تقدم وتعادل توتنهام بعد ذلك. كره اماميه بشوط سايد، فرصه كبيره، فرصه كبيره، فرصه كبيره، فرصه كبيره، فرصه كبيره، عملها هاني الاجازي يا ولد، الله عليك الله عليك، عملت اللي عليك. بص شوف هاني الاجازي بيعمل ايه، لعب في ويمبلي في حضره لاول مره في تاريخ الكره العربيه والافريقيه الاهلي يسجل. نعم لم يسجل الاهلي في سلتك، لم يسجل الاهلي في ليفركوزن، لم يسجل في جلطة سراي، لم يسجل في حرس الحدود، ولكن هاني العجيزي يسجل لحسام البدري والنادي الاهلي اول اهداف اللقاء لتصبح النتيجه التعادل 1-1 بعد اداء فردي ممتاز من احمد علي وهاني العجيزي بكل هدوء وتأنس. ايدينا على النقاط المهمه، قرب عشان ما يشوطش، قرب عشان ما يشوطش، الراجل رقص وشاط وشوط، وهدف تاني وهدف تاني، بقول لك قرب عشان ما يشوطش. ومن مسافه 32 34 ياردة يطلق صاروخ على يسار اللاعب وحارس المرمى امير عبد الحميد. بص المكان ده يطمع اي شويط، عمل انه يشوط امير عبد الحميد على طول راح معتز اينو، امير عبد الحميد راح معاه، لكن صعبه جدا جدا جدا. يمكن يحسب على امير اسرائيلي خد الجنسيه الاسبانيه ولكنه خرج خلاص، اللي كان لابس رقم 19 تاني على طول ناحيه اليمين يشوف دو سانتوس، بص الامام على طول ميسي هات وخد، بساطه وسهوله وانسيابيه، كره قدم جميله حقيقيه، وهدف ثالث لبرشلونه ممثل الكره الاسبانيه. بساطه سهوله، نعم نعم نعم، وكانه بلاي ستيشن 4 او بلاي ستيشن 5، رتم سريع، مهاره عاليه، توافق ذهني وحركي، ثقه كبيره في النفس، كمبيوتر بنشوفه قدامنا. بص يا جماعه بص ميسي دلوقتي فين، هناك اهو، فجاه جه فجاه، بس صغيره ايه، على قد الباص، على قد المساحه، على قد الزاويه، على قد جريه الزميل، وجود يانسن جه على الايمن القريب والراجل راح له على الايمن. والغريب اعمى ولو كان بصير، الغريب ما بيشوفش حتى لو كان ما بيخافش. محاوله من ثاني جود يانسن، ضرب خط الظهر بالكامل، رودريجو يعدي ويمر، والهدف الرابع، الهدف الرابع بسهوله ببساطه لسببين، لسببين، جيلبرتو ضامن جوه قوي زياده عن اللزوم، الباص معمول من جود يانسن، ما حدش ضغط عليه، حارس المرمى الصغير احمد عادل عبد المنعم ما خرجش خروج كامل عشان يقفل زوايا المرمى. 4-1. بص هنا جيلبرتو ضم زياده عن اللزوم، وناحيه الشمال شبيطه، الراجل بقى في ظهرهم هما الاثنين ولم يكن متسلل، احمد عادل عبد المنعم محتاج يطلع كمان.